مشاهدينا، عودة لكم لنتابع نحن وياكم بصبحيتنا. برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت. طبعا اللقاءات الحوارية بتبتدي لليوم مع عالم التحديات. تحديات بحياتنا بتكون على انواع، كل حدا بيختار زاوية معينة يعمل فيها تحديات، يعمل فيها تحدي لذاته لنفسه بداية لحتى يتطور ويوصل لمحلات افضل. اوقات الناس بتتحدى بمجال العلوم، ناس بتتحدى بمجال عملها، ناس بتتحدى بتطوير بعض الصفات بشخصيتها، وفي بعض الناس اللي بتروح الى عالم التحديات الرياضية. اليوم بصيرنا نستضيف دكتور ليندوس ضو، وهو استاذ جامعي ومغامر ايضا، رح نحكي اكثر عن مشاركته المقبله بسويسمان واللي هو السباق للمسافات الطويله طبعا بجبال الألب بسويسرا. دكتور صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. بكل الاحوال مش اول مره بتكون ضيفنا لنحكي عن المغامرات اللي بتقوم فيها. بدايه اذا بدنا نحكي عن فكره التحدي بعالم الرياضه، دكتور قديش هذه الفكره بلشت عندك من قبل؟ ليش بتروح الى الاشياء اللي فيها تحدي، اللي فيها مغامره، اللي فيها صعوبه؟ هو التحدي بيخلق بالانسان وبالرياضه، يعني في التحديات غير عن الفرديه، التحديات الجماعيه بالسبور مثل الباسكت والفوتبول، في التحديات الانديفيدجوال يلي واحد هو كمان بيتحدى نفسه بسبورات يمكن او بمسافات او بصعوبات معينه ببعض الرياضات، تيقدر هو بتقويه وبتخليه عم يوصل لمحلات احلى واحلى. كيف بلشت يعني اليوم؟ من وين بلشت؟ اي مرحله، باي عمر بلشت بهذا النوع من السبور؟ انا بلشت عن صغر، يعني كانت الوالده تشجعني يعني بهذا الموضوع. بلشت برياضه الكلايمينج او تسلق الصخور، بعدها طورتها الى الرياضه الجبليه الماونتينيرينج، فبلشت اتسلق امم وجبال. ومن بعدها كمان اكيد كانت الى جانب هذا الشيء رياضه السايكلينج والرانينج. يعني من انت وصغير ممارس للرياضه، محب للرياضه، وكبرت معك الامور شوي شوي، صحيح؟ صحيح. اجمالا الناس اللي بيروحوا للرياضه خاصه بلبنان جزء كبير بتبقى الرياضه هوايه، يعني ما بتروح الى عالم الاحتراف لكثير من الاسباب كلنا بنعرفها، بنحكي عن الماديات، بنحكي عن عدم اهتمام الدوله بشكل كامل بهذا الموضوع. انت ما خليتها هوايه، يعني رحت للاحتراف، كيف قدرت توصل للاحتراف بهذا المجال؟ انا شخصيا عندي شغف كتير كبير للرياضة، يعني الى جانب حياتي البروفيشنال بالجامعة عم بعطيها وقتها، شغلة كتير بحبها وشغلة عن جد عم بشتغلها، رغم اكيد مثل ما عم تحكي في تحديات كتير كبيرة خصوصا للرياضيين عامة بلبنان، بس عن جد اذا حدا مصمم وعنده هدف وبده يوصل لمحل بالرياضه بيقدر رغم كل تماما. بكل احوال اللي عنده هدف الا ما يقدر يوصل، واللي عنده هدف ومثابره بشخصيته بيقدر يوصل للهدف قد ما كانت صعوبات كثير. دكتور، بين الماركتينج والمانجمنت تحديدا وعالم الرياضه، انت طبعا استاذ محاضر بجامعه الازاك تحديدا، خبرني يعني كيف جمعت بين اجمالا الرياضيين ما بيروحوا للمجالات العلميه بكثير من المحلات، كيف قدرت جمعت بين الاثنين؟ هو يعني بمجال التعليم انا وصغير بحب هيدا الشيء، لانه في فكره مثل واحد يعمل شيرنج للنولج اللي عنده اياها مع الناس، وبتساهم الى تطور المجتمع بشكل عام. الرياضه كمان نفس الشيء، يعني بيمكن التحديات او حتى السباقات او القصص الكبيره يلي عم بتصير هيك بطريقه او باخرى، واحد بيكون قدوه يمكن لكتار من الناس، انه عن جد كمان بيقدروا هن يكونوا عم يتحدوا نفسهم وعم يقدروا يعملوا، عم بيحققوا انجازات او يمكن انجازات فرديه، او حتى عم يتخطوا ذاتهم وعم يوصلوا للي بدهم اياه. دونك فيها اثنين، انخلاط وتحفيز للناس اللي حوالينا، للمجتمع، للشباب خاصة. في نظرة مختلفة من تلاميذك لك، يعني غير نظرتهم لبقية الدكاترة، لبقية الأساتذة، بالنهاية عندك بطولة، يعني بالنهاية عندك بطل بمجالك، كيف بينظروا التلاميذ لك؟ بتكون قدوة لهم، مثل لهم، كيف علاقتك مع التلاميذ؟ علاقتي مع التلاميذ كثير حلوة، بيسألوني ببعض المحلات إنه كيف عم تعمل، كيف. دونك انا هالشيء
يعني بتحدث فيهم بهذا الموضوع. وبنفس الوقت مثل ما كنت عم تقول بالمانجمنت، دونك في المانجمنت بالرياضه هو صحيح. بيتنفذ نفس الشيء بالحياه العمليه، دونك ببعض الاكزامبلز بيكون اكزامبلز بالرياضه او حتى بتسلق الجبال، لانه هيدي الفكره بتكون نفس الشيء بتنال، لانه بالجبال العاليه بالاكسبيديشنز وقت واحد يكون عم يتسلق جبال عاليه كونسبت المانجمنت بيتنفذ بحذافيره تماما. يعني قديش علم الاداره موجود بالرياضه وبامور بالحياه هو ذاته، وقديش فعلا اللي قادر ينظم وقته بين الرياضه وبين التعليم قادر فعلا يعطي مثال جيد للطلاب اللي موجودين عنده. رح نروح مباشره للحدث اللي انت اليوم ضيفنا لتحكي عنه اكثر، سويسمان، هذا السباق اللي رح تشارك فيه طبعا ب 22 حزيران بجبال الألب بسويسرا، اللي هو على 3 مراحل، سباحه، بسكلات، وبعدين ركض. صحيح. صح. خبرني اول شيء كيف لا شاركت بهذا السباق؟ هيدا سباق شوي يعني كنت عم حضر له صار لي من 6 شهور، بديسمبر عرفت انه انقبلت، فالشخص بيقدم البروفايل تبعه له، بعدين على اول اكسبتنس بيصير في سحب للقرعه للمتسابقين، لانه في ليميت معين ل 125 مشارك من بعدين في صعوبه انه يعني يقبلوا حدا. صحيح، يعني في شروط قاسيه. صحيح. ومن بعدها بيلعب دور الحظ دوره بهالسلكشن هيدي، فكان من حظ هيدي السنه لانه في كثير اثليت بينطروا 2 و3 و4 سنين لحتى يوصل لما تقدم سيفي على هيك محل لحتى يختاروك، شو بتكون الاشياء اللي بتقدمها؟ شو بتقول؟ كيف بتعرف عن حالك؟ انا شخصيا متسلق جبال، يعني قبل ما اكون ترياتليت، وبمجال الترياتلون عامل كذا ترياتلون محليين وهاف ايرون مان يلي هو ترياتلون المسافه الميد ديستنس كمان برا، فهودي هالشيء بيساعد. وفي ببعض السباقات مثل باتروي دي جلاسيه اللي هو سباق سكي، هذا في كان قدر التحمل على حديد 14 ساعه متواصله بسكي بجبال الألب، دونك هودي هالشيء كمان بيساعده بقبولك. بكل الاحوال بعتقد بيكون عندهم شروط، يعني مشاركات معينه، مسافات معينه تكون قطعتها، لانه بعتقد جسديا وبدنيا هذا السباق تحديدا بيتطلب كثير قوه بدنيه وبيتطلب كثير صبر، لانه في مسافات وفي اشياء ثانيه عوامل طبيعيه رح نحكي عنها. ولكن خلينا نروح نحن وياك لنتابع فيديو عن هذا السباق وعن هذا المشروع، نرجع نتابع حديثنا. يعني هذا الفيديو هيك بيلخص بعض الامور. خبرني اي متى بتتوجه لسويسرا، يعني اي متى بتغادر لبنان وبتروح لتمضي بحلمك ومشروعك؟ رايح نهار الاربعاء. الاربعاء هو سبق نهار السبت ب 22 حزيران، في اكيد تحضيرات لوجستيه بين البايك وشوي كمان تشيك التراجي، سباحه بالبحيره. البحيره هي حرارة المي 17 درجة تقريبا، هذا الشيء ما عندنا اياه بلبنان تماما.
وهيك شويه تحضيرات عامه قبل كيف حضرت قبل يعني اليوم لما عرفت انه انقبلت بهذا المشروع بهذا المحل كيف حضرت يعني شو التمارين الاضافيه اللي عملتها بلبنان كيف حضرت حالك لحتى تكون موجود بهذا السباق وطبيعه هذا السباق بجبال الألب يعني فيها كله ثلاث ارباع طلوع خصوصا اكيد بالبايكينج وبالرننج بنصال ببلش سبق على حوالي 200 متر بيوصل على 2460 متر بالسايكلينج وبالتريل رننج اللي هي الجري على الطرقات الوعره وكمان بينطلع على جبل 2061 متر كنت عم اتمرن 17 ل 18 ساعة خلال الأسبوع 6 أيام بالجمعة كان الكوتش إيدي صعب بوجه له تحية كان عم بيرافقني بهذا التحضير وكانت يعني طبيعة جبالنا شوي قريبة على طبيعة الجبال بسويسرا الجبال الوعرة اللي عم نحكي عنها تحديدا صحيح فعنا ارتفاع من الصفر لعنا ل 3000 من الصفر لل 2500 لل 2000 دونك هيدا كله كنت عم بعمله بالبايكينج في تحدي يعني خليني اقول اول شيء درجات الحراره بتكون محل شوب اذا بلشنا من ارتفاع صفر لنقول وطلعت على ارتفاع وصلت لل 1000 1500 2000 في تغيير درجات الحراره الطاقه ساقعه اكثر بتطلب يمكن منك مجهود اكثر لحتى تقدر تمشي او تكون على البسكليت هول التحديات كيف تتعاطى معهم يعني كيف بتقدر تتخطاهم وحده ورا الثانيه هو واحد يعني ببلش يتدرب عليهم ويتمرن عليهم شوي وشوي وانا بطبيعه الحال انا يعني الباك جراوند تبعولي جبلي صحيح بالماونتينيرنج دونك هذا الشيء ساعدني بساعدك اكيد بين الصفر وال 2000 او 2500 بينقص كمان معدل الاكسجين دونك هذا الشيء كمان بياثر على البرفورمانس تبع الترياثليت دونك هون يعني أهمية التمرين وأهمية تعويد الجسم على هيك رياضة بهيك كونتكست تماما في وقت معين للسويس مان يعني بدك تتخطى هيدي المسافة كلياتها عاطين وقت معين خبرني عن تفاصيل لوجستية لهذا السباق هي بداية ببلش بالسباحة 3.8 كيلومتر في تايم ليميت يلي هو ساعتين من بعدها بتبلش مرحلة السايكلينج ل 180 كيلومتر مرورا بثلاث جبال هيدي كمان إلى تايم ليميت يلي هو العشر ساعات واخر بارت يلي هو وقت الترياثليت بيكون تعبان عم يوصل على اخر بارت يلي بتبلش ب 33 كيلومتر طلوع وبتنتهي باخر 7-8 كيلومتر يلي هن كتير كتير قاسين يعني البونت تقريبا 15 درجة بطريق سينجل تراك كلها وعرة وهون في اثليت بينسحبوا من هيدا الشيء دونك كنا عم نجرب بخلال التمارين نركز على هيدا الشيء بعد المجهود الكامل تعبان واصل تعبان لاخر بارت فهون اذا بدي اقول يعني هون القوه انك تقدر تكمل مع تعبك هيدي المسافه في وقت محدد لاخر بارت دكتور كمان في وقت محدد لاخر بارت على هي كان بتكون على الوقت على الساعة 10 لأنه تقريبا بهذا الوقت بتكون عم تعتم الدنيا بسويسرا إذا الشخص ما وصل لبارت الطلوع القاسي ما بيقدر يكمل بيكون كمان ديسكواليفايد ما بيقدر يكمل بكل أحوال يعني موضوع مش سهل أبدا ولكن أنت قد وقدود مش مهم توصل وتكون الأول أو الثاني أو الثالث مهم تعمل هذا المشروع مهم تغوص فيه ومهم يعني تلحق حلمك للآخر مثل ما بيقولوا دكتور اليوم لكل الناس اللي عندهم هذا الهاجس او عندهم هذا الحلم او هذه الرغبه كيف بتشجعهم كيف تتواصل معهم انا بوجه رساله عن جد للشباب اللبناني لانه يعني في ببارت الرياضه منا موجوده حتى بحياتنا بثقافتنا اليوميه صحيح بيقدر الواحد يكون عم بيوفق بين الحياه العمليه الحياه الاجتماعيه وكمان الرياضه لانه الرياضه هي بتقوي الجسم وبتقوي العقل وشغله اساسيه من حياه الانسان يلي كمان اكيد تبعدوا عن الامراض تبعتوا عن قصص منا منيحه ونفس الوقت بيكون بتحطوا بجو حلو بالطبيعه بالانفايرمنت وبنفس الوقت كمان بيكون من خلال الرياضه كان ركض او سايكلينج او سباحه او يلي كانت بيكون عم يكتشف مناطق كتير حلوه خصوصا كمان عنا بلبنان صحيح يعني صحيح في مناطق كتير حلوه واحد من خلال الرياضه بيكتشفها
بطريقة مميزة، ولما نكتشفها نحن ماشيين أو نحن عم نركض نكتشفها بطريقة مختلفة عما نكون بالسيارة أو بأي وسيلة نقل تانية. أنا بتمنى لك كل التوفيق. الأربعاء رح تغادر لبنان طبعا السبت السابق، نحن رح نتابع تفاصيل. نحن فخورين باللي عم بتقدمه بغض النظر عن النتيجة النهائية، مع العلم أنه كلنا ثقة أنك قادر تحقق مرتبات متقدمة ضمن هذا السباق. شكرا لك دكتور ليندوس داو، طبعا الأستاذ الجامعي والمغامر، أيضا كل التوفيق لك بمغامرتك المقبلة وبكل المغامرات اللي حتعملها بعدين. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا عم نتابع بصبحيتنا طبعا مجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا. فيكن ترجعوا تشاهدوا كل فقرات ومقابلات وتقارير برنامج أحلى صباح على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك @tl.ahlasabah، تويتر @tl_ahlasabah، انستغرام @ahla.sabah، يوتيوب @ahlasabah. كما بإمكانكم مشاهدة الحلقات كاملة عبر موقع تلفزيون لبنان www.telelibon.com.lv.